ندخل نشوف غرفة الفندق. فندق شاهدق أوتيل آند سبا. طبعا الأجمل طلة الفندق، شوف البلكونة تفتح على جبال وغيوم، منظر جميل جدا ما شاء الله. كيف المرايا الخضراء، روح علاوي، روح روح البقرة علاوي، روح روح اكلها، روح روح من هناك البقرة، روح روح قرب لها عادي، ما تسوي شي، روح ما تسوي شي بقرة، روح تبي مطيح، روح تعال تعال يلا تعال 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 بس خلاص بس 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 علاوي خلاص. هذه كان نروح من هناك الحمار. وانا ها؟ تعال من جاءتها. روح حليوة. صح. ما في شو اللحم يكون هم ويا الحصانات ياكلوا شو يحبوا شو.
هذا المطعم جاسم علي بنين. نحن الآن قمة الشهداء جبل الشهداء. أيوه. هنا نرى ثلاثة فنادق. نعم. واحد فنادق هذا اللي على اليسار الفندق. أيوه. اليسار نعم موجود. نعم. بيك بلاس. بيك بلاس. أوكي. بيك بلاس. لا يشتغل صيفية. يشتغل في الشتاء فقط. في الشتاء فقط. في الشتاء لو الان اعطيته 10,000 شيء يسكنني فيه؟ لا يجوز. لا يجوز. شوف اذا عندما تريد ان تذهب باب يقول لا يجوز دخول. لا يجوز دخول في الصيفيه. الصيفيه وهذا الهوتيل وايضا نفس الاوتيل في الشتائيه. في اغراض في داخل يوجد فقط شتويه. فقط شتوية. للتزلج. اوكي. تزلج. وهذا الاوتيل. وهذا الاوتيل اللي ساكنين فيه هذا للصيفية. صيفية. وقت الشتاء لا يجوز. لا يشتغل وقت الشتاء. ما شاء الله. يعني فقط. أغراض التي تجعلون للشتاء لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه هنا وقت الشتاء تحت الصفر 30 درجة. 30 بارد. تحت الصفر بارد. تحت بارد. نعم. بهذا السبب أغراض التي الصيفية لا يسمى. تحت الصفر 30. يعني الاغراض الشتويه تختلف عن الاغراض. نعم طبعا. يعني هذا ما يقدروا يفتحوه هذا الاوتيل. نعم طبعا لان هذا فقط صيفي. صيفي. فعلا جميل جدا. وهذه المدينه قريبه من روسيا. هذا الجبال وين جبال روسيا؟ جبال خلفه. ايوه روسيا. جبال روسيا. ايه. يعني هذا تعتبر في شمال اذربيجان. نعم نعم شمال اذربيجان مع الحدود مع روسيا. يتكلمون اللغه الروسيه هنا في هذه المدينه؟ نعم 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 كثير جدا. ها كلهم يتكلمون. كلهم يتكلمون الروسيه والاذريه. نعم جميل جدا. شكرا جزيلا على المعلومات القيمه.